التحية الطيبة للسيدات والسادة الصحفيين الجهويين العاملين بمختلف وسائل الإعلام الوطنية والمحلية الممثلة بمدينة طنجة. كما تعلمون تأتي هذه الندوة بعد الدورة التي عقدت يوم الخميس الماضي التي كانت مناسبة للإشادة بالقرار الملكي السامي بجاه رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدة عنها وتتمين تدشين جلالة الملك محمد السادس إلى المركز الاستشفائي الجامعي لطنجة التي تفضل جلالته لمنحه اسمه. وقد شهدت الدورة مناقشة 33 نقطة والمصادقة عليها إلى جانب تقديم عرض حول أنشطة الرئاسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكما تتبعتم فإن أشغالها مرت في أجواء جيدة وطبيعية واتسمت بوجود حالة من التوافق بين كل مكونات الأغلبية والمعارضة. وقد عرفت الدورة كما عينتم طرح العديد من النقاط للمناقشة والتصويت، من بينها ما يهم التدبير في إطار الماء والكهرباء وتطهير السائل والشركات الخارجية في إطار التعاون والدبلوماسية والشراكات الخارجية في إطار التعاون والدبلوماسية المحلية، بالإضافة إلى ضوابط ودفاتر تحملات جديد لتدبير العديد من المرافق. وكذا الاحتلال المؤقت للشواطئ تزامنا مع اقتراب موسم الصيف، دون أن ننسى مراجعة القرار الجبائي والمنح المخصصة لمجالس المقاطعات. وبعد أن نجدد الترحيب بكم في هذه الندوة، يسعدنا أن نفتح أمامكم باب الأسئلة التي تهم مختلف القضايا التي حفل بها جدول أعمال دورة مايو 2023 العادية أو القضايا الآنية التي تخص الشأن المحلي بشكل عام. وعلاش هاد الشركه على اساس الزياده حتى دازت الدوره ديال الدوره السمعي؟ واش كاين شي تنسيق بينكم؟ واش هاد الزياده قانونيه بهم؟ هذا بالنسبه مصر ماشي الزياده بالدوره، لان هاد الشركه عندها تفاوض مع مؤسسات مع البوغز تعامل بين جماعات البوغز. وكما فيها باش حنا نهضروا، لان بصفتي كنظير رئيس المؤسسه غنجاوبكم على السؤال. هاد الزياده كانت مقرره 2020 على حسب اكثر الشروط اللي عند شمال الشركه والمؤسسه او مجموعه الجماعات اللي كانت 2020. نظرا للظروف اللي كانت ديال كوفيد كانت واحد الحاله شويه ماشي هذيك، اضطر كان اجتماع ديال مكتب لجنه التتبع ياخروا على الزياده. تاخر على الزياده لا يعني ان هذه الشركه ما غاتحوش، حنا غنتحملوا المسؤوليه. لا في الاخير كيتحاسبوا معنا 2020 كتنزل 0.50 سنتيم. شحال التذاكر 2020 دابا؟ راه الحسوب غنخلصوها لانه ما يدعوش الشركه، لان هذا كان واحد العقد ما بين الشركه والمجلس. يعني ما كانش ندير دخل به في 2020 كان ضروري خصو يدفعوا الزياده. اخر اجتماع اللي كان دار لجنه التتبع كان منظم في السنه الماضيه، كنا قررنا بان الزياده نسمو لها الزياده ما نديروهاش دابا، نخليوها الى نصف السنه تقريبا ديال 2023. وتم الزيادات كانت مقررة بشحال هذه ماشي دابا، مع العلم أن باش تعرف بأن التذكرة ديال التنقل في هذا النقل الحضاري بالنسبة لطنجة راه أقل تذكرة كاينة في الوطن. إذا مشيت للرباط 5 دراهم، مشيتي لمراكش نفس الشيء، كازا أكثر، يعني راه غادي واحد الطريقة ديال عقلانية. علاش ما كانش التواصل قبل؟ البلاغ خرج في راس الليل. يعني باقي ديك المشكل ديال التواصل الجماعه مع الساكنه في طنجه راه قائم. بس علاش المسؤوليه الجماعه؟ لا مزيان وهي مؤسسه هذيك مزيان كان يكون التواصل وتشرحوا الناس هذا الشيء ماشي العقد كذلك. راه دابا خرج برا العقد كذلك كان فيه تحديث الاسطول والزياده في كان ضمن الا كانت ما تخدمش تذكره راه ما وقعش الاسطول المهتلئ ديال الشركه ماشي تشتيت. ما تنساش بان احنا هذه السنه الاخيره ديال هذا تقدر نقول بالنسبه لعقد الشركه 2020، دابا حنا بصدد كنشتغلوا واحد مكتب الدراسه اللي كيوجد واحد الدفتر وكلش التحملات باش غنطرحوه للشركه الجديده اللي غتدخل على هذا المرفق هذا. وباش ودرسنا مع مكتب الدراسه باش الاخطاء اللي كنوقعنا فيها دابا هاد الاسطول اللي غير كافي يتسم الدراسه شحال كخصنا بالضبط ديال الحافلات اللي كاين كيفيو الطلبات اللي عندها في طنجة وفي النواحي ديالها. أسطول هاد الأول اللي دار ما كانش الحافلات كيتجاوزوا واحد 160 حافلة، دابا عندنا 200 وهكا كافيين.
يعني هذا النمو 2014-2015 دابا راه كان واحد النمو كبير بالنسبه لطنجة، واحد الطلبات كثيره. لهذا السبب مؤخرا كنقول ما كافيش باش يدير الطلبات ديال جميع المواطنين. المجلس السابق كان تم اتفاق مع وزاره التجهيز بمنح الجامعات استغلال الملك البحري. هاد الكونطرا هادي اللي دارت ولا هاد العقد مقابل هي الجامعه واحد المبلغ ديال 1,400,000 درهم سنويا للوزاره. حنا ابتداء من هاد السنه بدينا نخلصوا هاد المبلغ هذا، يعني كنخصنا حنا نخلصوا وزاره الجهيز، كنخصنا حتى حنا نكري ديك المحلات. بحال اللي قلت لكم تقريبا كاين مساحه ديال 14 هكتار، المساحه اللي غتستغل بالنسبه لهاد الصرف تاعهم 3% 20%، يعني الباقي راه غيبقى كامل هو حنا. علاش حددنا هنا الخسار التحملات وزياده من بزاف؟ لان كتعرف بان مدينه طنجه بحال اللي قلنا في الدوره هي مدينه اللي هي مدينه سياحيه وصلت واحد المرتبه اللي هي مشرفه بالنسبه للمغرب كامل. ما يمكنش نسمحوا شي حاجه من هذا الشكل يكون في الواجهه ديال المدينه في الشاطئ ديال مدينه طنجه. ولهذا نحاول ان امكن الخسار التحملات جاوب على جميع التساؤلات اللي يمكن لها تطرح باش يمكننا نخلي نديرو مدينة طنجة واحد الكلة جميلة جدا من ناحية الشواطئ ديالها. أما فيما يخص 80% اللي كتبقى أولا 70% راه هي غتنظم بالطريقة اللي كتنظم بها قبل، ولكن واحد الطريقة تكون حتى هي جد مقننة. بالنسبة لهاد الدعم هذا راه ماشي جامعة طنجة، هاد السنة تقريبا واحد ما يفوق شي 27-30 جماعة جماعة إفريقية اللي استفدات من دعم الجماعات في المغرب. كما كنا سمعتوا في خلال المناقشة قبل الدورة، هذه واحد السياسة اللي خداها بلال وحسب التعليمات ديال صاحب الجلالة محمد صلى الله عليه وسلم بالدعم ديال جنوب فيما يخص الدول الإفريقية. هاد كاين واحد الصندوق اللي خلقته الدولة هو صندوق الدعم الإفريقي اللي هو اللي كيتكلف بهاد المشاريع هذا. واحد النسبة ديال 60% كياخدها الصندوق، واحد النسبة ديال 30% كتاخذ الجماعة اللي هي كتمول، واحد نسبة 10% ديك الجماعة المستقبلية. هاد الدعم هذا كيخلق واحد الروابط أكثر ما بين المغرب والدول الإفريقية. وكما عرفتي هادشي جاي واحد السياسة ديال الدولة. دونك حنا بالنسبة لينا وما كاينش تما شي حاجة 30% من المشروع، الدعم كامل فيه واحد الجماعة فيها تقريبا 700,000 درهم، واحد الجماعة عندهم شي مبلغ ما يقارب هاد الشيء هذا. الموسم الصيفي بامتياز، لأن بعد مرور بعد النجاح في التنظيم المونديالي دور طنجة والمباراة الأخيرة ديال المغرب مع البرازيل، كل المغاربة عندهم الشغف باش يزوروا مدينة طنجة، لا المغاربة اللي عايشين هنا ولا خارج أرض الوطن، عاد السياح اللي غادي يتوافدوا على مدينة طنجة. حنا كجماعة طنجة طبعا حنايا مهتمين بهذا الموضوع هذا. بحال اللي قلت لك كاين فيما يخص الاشغال اللي كدار على طول في الشواطئ ديال مدينه طنجه، لا من ناحيه اعاده التنظيف ديالها، حاول ما امكن جعلها في واحد الكلية مزيانه. كاين فيما يخص السير والجولان مفكر في خطه جديده باسم السير والجولان. كاين بعض الطرق اللي كنفكروا انها واحد الشوارع اللي في فصل الصيف خاصها تغلق باش تفتح المجال للراجلين للسياح يكونوا كيتمشوا بالريقيه. فيما يخص هذا الشيء ديال المراقبه الصحيه كاينه تكون واحد اللجان، دابا واحد اللجان اللي كتشرف غادي تتم تقويه هذا اللجان هذا باش يدوا على المطاعم ولا الفنادق، لان اللي كتسمى على الصحه المواطنين والصحه ديال الزائر. ضروري فيما يخص كاين هناك بزاف ديال المسائل الاتخاذات القرارات اللي غنتاخذوها استعدادا لهذا الفصل. بحال قلت لك في الناحيه ديال النقل السير والجولان، حفظ الصحه، فيما يخص النظافه ديال الشواطئ، انشطه اللي غادي تكون في فصل الصيف غتكون غيكون واحد الاجنده ثقافيه حافله بالانشطه في فصل الصيف، لا من ناحيه السهرات، انشطه ديال الثقافيه، هذا كله كاين واحد البرنامج اللي غيكون حافل فصل الصيف ان شاء الله. من المحطه الطرقيه او ساحه المليارات جميع العربيه، هذا كان نص واحد الكتابات على هذه الساحه انها
ماشي في الانتظارات الساكنه هذا، ولكن الساحه كتبقى ما كملاتش، الساحه باقا في طب استكمال السطح ديالها، انتما شوف بالنسبه للمناطق الخضراء اللي فيها، ثانيا بحال اللي قلت هي غتشمل هذيك البرنامج ديال خلق واحد الفضاءات فوق الساحه للتنشيط، اما التنشيط الثقافي او الاستغلال التجاري، يعني باش كتخلق واحد الحيويه فوق ديك الساحه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.